ناس كتير قوي طلبت مني نعمل قناه يوتيوب. خلاص انا سمعت الكلام اهو، هقول لكم اول فيديو ليا ازاي نعمل بيتزا على الطريقه الايطاليه بس في الاريت مش يوت ميك ترايت. اول حاجه احنا محتاجين دقيق وملح وخميره وميه، دي نسب كل حاجه من بعض، لازم تكون كل حاجه متجانسه. اول حاجه احنا هنحط الميه في حاجه عميقه، هنحط الملح، طبعا اهم حاجه ان احنا هنا ما ينفعش نحط الخميره على الملح عشان ما يبوظ، هنحط 10% من الدقيق بتاعنا ونفضل نقلب لحد ما نحس ان الخميره خلاص شغاله. بعد كده بقى هنحط الدقيق وهنفضل بقى نعجن. اهم حاجه بص، يعني لو انت ما عندكش عجانه ممكن تفضل، احلى حاجه العجن بالايد على فكره، انت ممكن تفضل بقى تعجنها بتاع 3 ساعه كده تطلع لك عضلات بقى كتف وباي وتراي. هنفضل ناجل لحد ما توصل معانا بقى العجينه تبقى طريه، وافضل بقى زود دي لو حسيت ان هي بتلزق معاك، معلش لازم تطبطب عليها. هنرش على العجينه زيت زيتون وهنسيبها نريح درجه حراره الغرفه بتاع ساعتين كده تقريبا. بعد كده اول بقى ما تكبر معانا لازم بقى نعمل شيبنج للعجينه بتاعتنا. طبعا بقى خد لك العجينه بقى من 200 ل 250 جرام، افرد العجينه بتاعتك، هات الاطراف ولفهم على بعض كده كانك بتلف شراب، معلش انا اسف في التشبيه، وبقى هات الافرده عليك وبقى ايه وافضل كورها واسحبها عليك، وافضل كورها واسحبها عليك. هنغطيها ببلاستيك بيبر وهنسيبها تقريبا في الثلاجه بتاع ناس بتقول اسبوع، ناس بتقول 48 ساعة، نفس 48 ساعة بس ممكن تسيبها 8 ساعات عادي. طبعا بقى بعد 48 ساعة بعد اليوم المنتظر هنجيب العجينة، اول حاجة هنفضل بقى ايه نفرد، لازم نسيب الاطراف، يعني ايه نفرد من النص، وبقى على ايدك بقى الحركة دي هتلاقيها لو العجينة كويسة معاك مش هتتقطع، يفضل بقى ايه من ايد لايد من ايد لايد من ايد لايد بقى لحد ما ايه العجينه تتفرد معاك. حطها على صينيه فرن يا معلم وحط صوص البيتزا عليها. صوص البيتزا ممكن تشوفوه عندي على انستجرام او استنوني لحد ما انزل لكم المره الجايه، هكتب لكم اللينك في الديسكريبشن. طبعا بعد كده هنحط جبنه موتزاريلا، بص لازم تكون جبنه فريش يعني، او ما تجيبهاش جبنه ايه شريدد يعني جبنه مبشوره ما تجيبهاش. بعد كده هنرش زيت زيتون وحبه اوريجانو، ندخلها الفرن. احنا كده خلصنا من الرشه.